طيب خلينا نروح مع حضراتكم لخبر لطيف جدا. امبارح وزير التعاون الدولي الكندي واعضاء من هيئه الامم المتحده كانوا في زياره لمحافظه البحيره لمتابعه مشروع التمكين الاقتصادي للمراه التابع لهيئه الامم المتحده للمراه رابحه. صباح الخير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهاردة من محافظة البحيرة عشان نتابع زيارة وزير التنمية الدولية الكندي لمصر وخصوصا لمحافظة البحيرة، واللي هيلتقي فيها مع عدد من رائدات الأعمال والباحثات عن عمل في إطار البرنامج المشترك رابحة، واللي بيهدف لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر. البرنامج ده تم إطلاقه في 2020 في 7 محافظات مصرية. We're so happy to be here in Bihira today. نحن سعداء أن نكون اليوم في محافظة البحيرة وأن نقوم بدعم برنامج رابح القريب لقلبي ولقلب الحكومة والشعب الكندي، وبالتعاون مع عدد من المنظمات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل دعم التمكين الاقتصادي لسيدات البحيرة ومساعدتهم لتطوير مهاراتهم والتقديم لفرص عمل وإتاحة لهم مكان في سوق العمل المصري. مشروع رابحة هو مشروع بيهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم ريادة الأعمال للمرأة ودعم السيدات، وأيضاً أن هم يلاقوا وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم. أهمية المشروع ده بتيجي من استراتيجية الدولة لتمكين المرأة الاقتصادي وإشراكها في الاقتصاد الرسمي وتحسين مستوى الدخل عن طريق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل أو مشروعات شخصية. أنا بعد ما اتخرجت ما كانش فيه فرص شغل في دمنهور بالهندسة، فاشتغلت مدرسة ماس، بقيت 13 سنة بشتغل. أيام الكورونا اتعرفت على برنامج رمحة واشتركت معاهم، عرفوني ازاي أعمل نموذج عمل أولي وبيتش ديك وإليفيتور بيتش، عرفوني ازاي أعمل من فكرتي خطوات معينة وازاي تطلع للنور. قبل البرنامج كنت قبل ما اتجوز عموما كنت بشتغل في حاجات كتير قوي كلها أعمال خاصة، بس أصحاب الأعمال الخاصة غالباً بيبقوا عايزين السرعة والدقة والمهارة. الحمد لله يعني عندي المهارة والدقة وكل حاجة، بس كانت السرعة عشان إعاقتي في إيدي الشمال، فكنت دايماً بستخدم الكمبيوتر سكيلز بإيد واحدة، بشتغل الكمبيوتر بإيد واحدة، فما كانش عندي السرعة دي. فالحمد لله من خلال البرنامج قدرت إن أنا أتطور من نفسي وأقدر إزاي إن أنا يعني استغل الوقت واستغل ازاي استغل الوقت وازاي ان انا استريس اكتر على نقطة الضعف اللي عندي دي.